سير عم بسم الله الرحمن الرحيم. مشيتين ما خدم حدو وكعموش جماعتين من البخت زوج الشيخ جهة بني ملات خليفرة جمعيات فرسال أطلس المتوسط. والحمد لله راه فرحنا بهذا المجال اللي جينا لهذا الأرض السعيدة. وكنشكر كاع الناس اللي جاوا من قريب وبعيد هذا الفرسان اللي يسا مدلال نادي دال زي تيسا القربان. الحمد لله نفرح السواد النون بزاف فرح كريمة ذنية العام لنا جديدة. والحمد لله درس الشرخ الجامعة المهدة درس الشرخ الجامعة نايم ضمن المهرجانات بزاف الله ندات الفرحة بزاف ندات الفرحة بزاف. الحمد لله أشقاسهم بزيالو أياد الدندا أشقاسهم بزيالو أياد الدندا نشارك المهرجانات المهدة. والحمد لله نفرح بزاف ونجمع للقبائل نجمع للقبائل لكل منطقة السربات نادي دان كل شركة دي المهرجانات الشرخ بزاف الشرخ إمناين نزوج الشيخ نذيت متل الجهة إقليم الجهة بني ملاه الخليفرة. الحمد لله لن تفرح بزاف السودان بزاف بزاف الحمد لله الله ينصر سيدنا. شكرا. العمر ديالو بالضبط شحال؟ 80 و 86. نعم 80 صافي يعني ثابت عليك الصباح دوزت درت 80 ولكن شي حد دابا قال لي 86 80 قلت له تنسولو هو صافي درت لك 80 سنه درت لك 80 سنه. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا كنشكر الانتظار في جامعه المهده وكنشكروا الناس اللي هما حبونا ودعونا من جامعه ام البخت مدينه الزاويه الشيخ ممثلين خنيفرة بني ملال خنيفرة إلى جامعة المهرجة على قبل حدو كعموش دارت هذه الدعوة باش يشرف هذه الجامعة المهرجة. وحنا الحمد لله ملي توصلنا لهذا تلبيات الدعوة من طرف السي الدكتور الزوزي ورئيس المجلس القروي ديال المهرجة يعني فرحانين جدا حنا والمقدم حدو كعموش ولا الخياله اللي جاوا معنا. وكنشكروا الناس المنظمين في هذه ساحه المحرده بالضبط هذا التنظيم بهيج جدا يعجب للجميع سواء الخياله او المواطنين المتبرجين او المسيرين. وكنشكروا ايضا السيد الوالي اللي قدم لنا الهديه جميله المسمى بطل حدو كعموش جامعة المهدة إقليم جديدة. كنشكروا السيد الوالي ممثل صاحب الجلالة جدا جدا وفرحنا بالاستقبال اللي استقبلنا السيد الوالي ممثل صاحب الجلالة في اللتقى الرسمية ديال جامعة المهدة. وحنا فرحانين لهذا القبائل ديال المهدة بهذا الفرح اللي وقع عندهم جدا وفرحانين بالتكريم اللي داروا المقدم حدو كعموش معروف على السعيد الوطني بكبير والصغير تيعرفوه. وتنتمناو ان شاء الله التوفيق لهاد القبائل ولا هاد الجامعه ولا المنظمين ولا سيد الوالي ورواس المصالح من الداخليه ورجال الدرك الملكي والقوات المساعده والوقايات المدنيه كاع من ساهم من بعيده وقريب في هذا المهرجان. كنتمنوا لهم التوفيق والشكر جزيلا وشكرا. صاحب مصطفى بصير نائب رئيس جامعة المهدة الساحة كيف كنشوفوا اليوم كانت الجماعة كتعيش واحد الأجواء رائعة ومهرجان وفرح في النسخة الثانية لمهرجان جامعة المهدة الساحة اللي كنتمناو إن شاء الله كيف ما شافوا المتابعين السكان بأن دازت أحسن الظروف بالنسبة للأيام الثلاثة الماضية حضور
حضور اكثر ما يزيد على 50,000 زائر، وبحضور كنشوفوا الحلبه الحمديه، حضور تصرفات جو الرفيع والخمسي عموش، هاد ما يسروا اللي كرماتو الجمعيه وجماعه مدرسه الساحل. وبعد الان وكنتمناو فرجه للجميع، وكنرحبوا بالساكنه وكنرحبوا بسكان الهزه، وكنقول لهم انتظرونا في النسخه الثالثه ان شاء الله السنه المقبله. مهرجان الرفيع وكيف ما كنعرفوا بان المهرجان في استغرق في 4 ايام، اليوم كنعيشوا في الحفل الختامي. الحفل الختامي هو اليوم الاخير، غنقوموا بتوزيع الجوائز والهدايا لجميع الفرسان المشاركين معنا، واللي كيبلغ العدد ديالهم اكثر من 18 صرفه. كنتمناو التوفيق وفرجه للجميع. شكرا.